في مصر بخليه يكمي. العمارة يسأل فرق الدفاع المدني ده طفيها، وأخيرا شوية سكتوا وهدوا حتى الدفاع المدني يطفي العمارة اللي هم حرقوها بالقنابل. عود هم ذبوها براس المتظاهرين، هم قولوا هم حرقوها. عشرة داعش 2019 ساحة الخلاني. دير بالك دير بالك. ضربانة ضربانة واحدة هيانا. دير بالك مصطفى مصطفى اعبر روح تعال ها هيانا ما يقدرونها بعد. دير بالك جت علينا قوة شفتها. هاي ضربانة واحدة الله ينتقم منهم إن شاء الله. أخي يا بعيني تعال تعال عينك عينك بسرعة عينك